شوف هذا الخطاب هو ردة فعل منطقية وواقعية على اللي يحصل اليوم. ثم اليوم احتقار كبير للتونسيين، ثم خداعة كبرى، ثم منظومة سياسية قائمة على الخداع السياسي. المنظومة هذه اللي هي متكونة من زوز أحزاب كبار أساساً، الزوز أحزاب هذوما تقدموا للتوانسة في انتخابات، وكل واحد قدم روحه بديل للآخر، وكل واحد عمل حملة انتخابية في التهجم على الآخر. سمحني هاني جايك للحقرة، هاني جايك للحقرة. وقت اللي تم، وقت اللي نحتقروا التوانسة ونضحكوا على ذكاء التونسيين ونقولوا نعم الحملة انتخابية اللي أنا ضد الآخر، ثم نلتقي مع بعض في تحالف تحالف معناها ضد كل الناخبين متاع الفريقين، فهمتوا؟ لا، هذه احتقار لذكاء التونسيين.